بعض البطانيات سلاح، به يكافح عبد التواب برد الشتاء الذي ينخر عظام أطفاله. وصل عبد التواب إلى مخيم الزيتون شمال إدلب قبل نحو عام، يداهمه الشتاء الآن كما داهمه تردي وضعه المادي بسبب النزوح، فلا عمل ولا إمكانية لتأمين مدفأة جديدة. قبل كنا في هالبلد عم نشتغل، عم نطلع يوميتنا، نشتغل يوم معطل الأسبوع مشكل، يعني ايش ما اجانا منيح. هلا اخوني ثلاث فئه ما في صوبه، ما في تركنا صوبه والحطب كله بالضيعه، ما احسن نطلع شغل من هالاغراض بسبب القصف هالضرب هالصواريخ هالرجمات. مشهد انتشار الاطفال في المحيط بات مألوفا، فهم يجمعون ما تجود به الارض والاشجار من جاف اعشاب ويابس اغصان وقودا للتدفئه. العملية باتت مجهدة للغاية، فحتى هذه الأغصان الصغيرة أصبحت حلم عوائل كثيرة، فاعتماد عدد كبير منها عليها جعلها نادرة. وضع الشتاء كتير صعب على الناس هوني، لأنه مواد التدفئة غالية كتير، واللي قادر انه يركب صوبه في الشتاء عم يخلي الاولاد يلموا حطب ويجيبوه ليشغلوه بالصوبه، وحتى من يعني الحطب قل نتيجه العدد الهائل للعالم عم يلموا الاولاد كثيرين عم يلموا من الاراضي. الشتاء فصل خير للجميع، لكنه هنا بات عبئا كبيرا على النازحين، فخيامهم لا تقيهم قارس برد او انهمار ثلوج. لا جديد يضاف على معاناة النازحين السوريين، هي معاناة تزداد كل يوم وكلما تعاقبت الفصول، فصول النزوح وغياب مؤشرات الحل لمأساتهم، لكن مع أمل العودة القريبة إلى الديار. خالد البي العربي من مخيم الزيتون.